بال1966 عاش الطيار العراقي فهد السعدون تجربة الاقتراب من الموت. التجربة كانت قاسية عليه جدا. بيوم من الأيام الطيار فهد السعدون إجا أمر أنه يقصف المناطق الشمالية بالعراق، المناطق اللي تتواجد بيها أخواننا الأكراد. كانت بهاي المناطق أكو زمر من الإرهابيين حلق فوق الهدف والمنطقة، وهو متعود بكل هدف ينزل والطيارة تكون ناصية يتأكد إذا كانت أكو ناس أبرياء. ولما نزل شاهد فعلا أكو ناس أبرياء جواه، لقى أطفال ونساء. وبعدها رد ارتفع ونادى على القاعدة العسكرية اللي انتقل من عندها وقال لهم أكو ناس صغار وأطفال ونساء وكبار بالسن وأبرياء ما راح أقدر اقصفهم. هنا قالوا له تقصف الموقع حتى اذا كان بيه ناس ابرياء، لان هذا الموقع الارهابيين مخليه حتى يتحامون بيه. هنا الطيار مباشرة رجع وما نفذ الاوامر، وبذاك الوقت اللي ما ينفذ الامر اكيد راح ينحكم بالاعدام. واول ما رجع مباشرة حالوا لجنة تحقيقية وحطوه بسجن انفرادي وحكموا عليه بالاعدام. لكن قبل لا يتنفذ حكم الاعدام مالته استمر بالسجن حوالي تقريبا سنة كاملة او شوية اكثر. باول الشهور كان عنده امل انه يعفون عنه ويطلع، لكن لما صار بي انه الامل ضعيف جدا مباشرة قام يضم من الحبوب اللي ينطوه اياه علاج له. وبعد ما جمع تقريبا 400 حباية قرر انه هو ينتحر بيهن وينهي حياته بهاي الطريقة. ومباشرة ابتلع هاي الحبوب وراح مدد على السرير، وبعدها مباشرة حس انه ألم ببطنه قوي وخلص انه هو راح يموت. سقط على الأرض، وأول ما سقط على الأرض حس انه جسم ثاني يخرج من جسمه وبدأ يرتفع ببطء شديد لغاية ما اخترق السقف مال السجن. وهو كان يناظر على جسمه اللي مطابق تماما إله واللي هسه هو بجسم ثاني، وبدأ يفكر وهو جاي يرتفع معقول الإنسان عنده جسمين؟ وظل يرتفع يرتفع وهو يشاهد بغداد من جوا صغيرة، وعرف انه هو مات بهاي الحالة. وبعدها وصل للغيوم، وأول ما اخترق الغيوم وصعد شوية شاهد منظر مرعب بنفس الوقت، لكن هو يقول كان المنظر مريح إليه. وبنفس الوقت يقول كانت درجة الحرارة عالية والشمس عالية، لكن أني ما جاي أحس به وكل شي عندي تمام. وأول ما وصلت لي فوق شاهدت اثنين واقفين، كانت أجسامهم غريبة بياض بياض كأنه إنسان لكن لونهم أبيض، وما أقدر أميزهم إذا كانوا هم نساء أو رجال. وبعدها واحد من عندهم أشر بإيده علي وأنا توقفت عن الارتفاع، وبعدها أشر بإيده يعني تقدمت ليمه ومباشرة سألني. ولما سألني عرفت أنه اللي جاي يتكلم هذا رجل. قال لي شلون تنتحر؟ ليش أنت مو تعرف الانتحار حرام؟ رديت عليه وقلت له أكيد الانتحار حرام، لكن أنا لازم أنهي حياتي بهاي الطريقة لأنني اتعذبت وصار لي تقريبا سنة بالسجن ما اعرف مصيري شنو. قالوا له المهم احنا هسه ما علينا، جايينك بالمفيد، انت اتأجل قرار الحكم عليك وراح ترجع لزمنك الماضي، وهاي لازم تنتبهون عليها. زمنك الماضي شنو؟ يعني انه الزمن اللي جاي نعيش به هسه احنا هو زمن ماضي، يعني اكو زمن قبلنا. المهم يقول انا ظليت واقف بحيرة وجاي اشوف شلون اني واقف فوق على الغيوم. المهم فكان يقول لي هسه احنا راح نعفي عنك وراح ترجع، وبعد ما ترجع بكيفك، اذا تريد تتكلم باللي حصل لك اتكلم، لكن الافضل انه انت ما تتكلم، واذا عندك اي سؤال اسأله لنا. ومباشرة اول ما سكت جاوب ذاك الثاني وقال انت المفروض هسه يصير رقمك 13. رجعت وسألته قلت له يعني شنو رقمي 13 وما كنت أعرف؟ جاوبني وقال لي التفت وراك، وأول ما التفتت لقيت أشخاص واقفين لكن وجوههم
مو علي، وأصلا مو قريبين، يعني ما راح أقدر أميزهم عدل. وبعدها أشر بإيده عليهم والتفتوا ثلاثة من عندهم، والصدمة هي إنه ذولا الثلاثة أعرف. واحد من عندهم كان الرئيس العراقي عبد السلام عارف، والشخص الثاني كان محمد مجيد وهم عرفه، والشخص الثالث عبد اللطيف الدراجي. وبعدها سألني قال لي هسه انت راح ترجع وذولا خلص قضى امرهم وراح يجول لهنا. يقول انا كنت اعرف انه اللي يجي لهذا المكان راح يموت، لكن اني راح اعود مرة ثانية للارض. وقبل لا اعود سألني سؤال واحد، قال لي هسه انت عندك سؤال؟ لو لا، ظليت صافن. وقال لي راح اشوفك فت شغلة، باوع جواك. واول ما باوع جواي شفت الحي مالنا القديم، وشفت نفسي واني هستوني جاي انولد. اتفاجأت جدا وانفزعت، وبديت اشوف شريط حياتي وشفته بسرعة لحد ما اني كبرت. وحتى الاشياء اللي ما حد يعرفها اني مسويها شفتها، عجيب فعلا. فرجع وقال لي اذا عندك سؤال اسأل. قلت له بس اريد اسأل، انتو هم عندكم زمان مثل زماننا؟ قال لي لا، احنا ما عدنا زمان نهائيا. قلت له شلون يصير؟ قال لا يصير، احنا ما عدنا زمان لكن انتو عدكم زمان. المهم هو اللي قال لي انت هسه شفت شريط حياتك قدامك كأنه فيديو، اش قد طول؟ قلت له يمكن اقل من دقيقة. ضحك وقال لي لا، انت شفت بجزء من الثانية. وهاي كان عمري بيها 30 سنة، يعني شوفني 30 سنة من حياتي بجزء من الثانية. وبعدها قال لي راح أسألك للمرة الأخيرة، عندك سؤال لو لا؟ سألت سؤال وقلت له هم يصير حرب بيننا وبين اليهود ومن اللي راح يكسب بيها؟ قال لي نعم راح تصير حرب بينكم وبين اليهود لكن انتو اللي تخسرون. سألته وقلت له شنو السبب؟ قال لي السبب انه انتو غير متكاتفين وانتو مشتتين، لكن هم جاي يتحدون وبهذا الاتحاد راح يقدرون يتفوقون عليكم. وبعدها قال لي خلاص هسه انت راح ترجع، وهستوني اريد اهبط. قال لي مثل ما وصيتك اذا تريد تحكي احكي، لان كل اللي موجودين ما حد راح يصدقك، لكن الافضل لا تتكلم لاي واحد. وبعدها بديت انزل ببطء شديد لغاية ما وصلت الارض مرة ثانية، ووصلت الزنزانة اللي كنت انا مسجون بيها، وشفت الجسد نفسه اللي هو جسدي. واول ما التصقت بيه كنت اسمع اصوات من الناس يقولون راح يموت. وبعدها انتقلت للمستشفى لكن انا عيوني مسدودة وكنت مشلول عن الحركة، وكنت اسمع الطبيب يقول هذا احتمال يموت او احتمال يظل بغيبوبة بسبب الحبوب اللي تناولها. وبعدها انا ما صحيت الا بعد يومين. واول ما صحيت زارني صديق الي، وصديقي هذا اسمه نزار محمود النائب. ولما زارني صديقي نزار محمود النائب سولفت له على اللي حصل، قال لي انت مجنون. وهذا صديقي المقرب، هو كان ذاك الوقت مسؤول عن الطبابة العسكرية للطيارين مثلي، وقال لي دير بالك تعيد هذا الكلام. وبعدها عافني وغادر واتهمني بالجنون. ووراها بيومين مات الرئيس عبد السلام عارف. وأول ما مات الرئيس عبد السلام عارف ماتوا وياه 10 أشخاص، وذول 10 أشخاص كلهم كانوا بطيارة وحدة هو يصعدها، الطيارة ماتت سقطت وتوفى. فانتو شو تقولون بهاي القصة واللي عاشه هذا الرجل؟ للعلم ان القصة حقيقية والقصة عراقية لهذا الشخص المعروف المشهور، وهو ضابط بالقوات العراقية بذاك الوقت، وطلع بعد 30 سنة تكلم عن هاي التجربة. وانا حبيت انقل هاي القصة لكم ولهنا وتنتهي. وهذا الفيديو اعتبروه سلسلة قصص قصيرة او عشوائيات انشرها باي وقت، وانتظروني بقصة جديدة ان شاء الله. ولا تنسون اذا انت كنت داخل جديد على القناة ماتي، ترى انا انشر بشكل يوم، يعني يومية تجي الساعة 10 تلقى فيديو. في امان الله اصدقائي، وانتظروني بقصة جديدة ان شاء الله.